مساء الخير، اخباركم ايه يا عيلتي؟ سريعا كده نقول صديقتنا اللي كانت متجوزه، مش متجوزه بقى، لسه مخطوبه لشاب ناعم ناعم قوي، وبتاخد رايكم اكمل ولا دي هتبقى مشكله؟ طبعا كان الاراء كاسحه وكلها تقريبا بتصب في اتجاه واحد، ما ينفعش، ده مش راجل، واهم حاجه الرجوله. وانا اتفق معاكم تماما، هي هتعمل ايه بالحنيه والرومانسيه والكرم والاهتمام لو كان مفيش رجولة؟ ما ينفعش طبعا. طبعا هي زي ما يقول، يعني زي ما يكون كانت مستنية تكة، هي أصلا واخدة قرارها ومستنية، عارفين اللي يزقها زقة لقدام كده، اللي يقولها انت صح امشي لقدام، وهو ده اللي هي عملته. بتشكركم جدا ان انتوا ريحتوها وريحتوا ضميرها، وبتقول لي انا كنت قاعدة بسمع الحلقة بعد ما نزلت بساعتين، كلمت وقلت له احنا مش هينفع نكمل مع بعض، انهار وعيط. كانت بتحكي لي مواقف كوميدية يعني عنه، ولكن انا طبعا بؤيدكم في الرأي ده. قصة النهاردة يعني قصة، وانا بسمع القصة دي من صاحبها ما كنتش عايز اخلص كلام، تخيلوا. يعني انا عادة بقول اللي يبعت لي يحاول يختصر عشان احاول ان انا ارد على اكبر قدر من اصدقائنا وكده، ده بقى وهو بيحكي لي ما كنتش عايزه يخلص كلام. هو بيقول لي إيه، انا شاب اتجوزت مرة جواز صالونات، ما حصلش نصيب، بعد سنة ونص اتطلقنا وما كانش فيه اولاد، وفضلت بقى قلت مش هستعجل عشان ما غلطش لحد ما اشوف المناسبة ليا. هو عنده محل ملابس، محل ملابس شغال فيه، وحالته المادية كويسة معقولة، عنده عربيته، عنده محل ملابس، عنده شقته، عنده حساب في البنك كويس، يعني راجل تمام في منتصف الثلاثينات، يعني عنده 34 سنة تحديد. اشتغلت، او في بنت جات اشتغلت في المحل اللي جنبه، شارع محلات ملابس كده، في بنت جات اشتغلت في المحل اللي هو جنبه على طول. بيقول بنت الجاذبية اللي اتخلقت في الدنيا كلها موجودة فيها، على طول مبتسمة، مش بتضحك، صوتها مش عالي، ولكن على طول مبتسمة، جذابة بطريقة لما ببص لها كده بحس ان انا سرحان فيها، سرحان بمعنى كلمة سرحان، رغم ان هي يعني من اسرة متواضعة جدا وفقيرة، دايما لبسها شيك، دايما ريحتها جميلة، دايما يعني بيقول، وده ذاتها حسن وجمال في عينيا. في الاول يعني قلت هو انا هبص لواحده العامله بتشتغل، انا صاحب محل وهبص لواحده بتشتغل، ولكن يوم مع يوم، والبنت كل يوم بتعدي عليا، يعني بتعدي عليا رايحه المحل اللي بعديه، واشوفها على طول صدفه، واحيانا بقصد واحيانا بدون قصد، بدات تشد ليها. لا انا اتشدت ليها قوي، مش اتشدت ليها اللي هو اعجاب او ان انا معجب بحاجة معينة، لا اتشدت قوي قوي فوق ما تتخيلوا، بقيت ان انا اصلا رايح المحل كل يوم الصبح عشان اشوفها، نمرة واحد اشوفها. اليوم اللي كانت تغيب فيه او ما اشوفهاش، اقسم بالله احس ان انا على نار كده، قاعد على مش قادر اتكلم، يعني خايف على صورتي قدام الناس والعمال هيقولوا صاحب محل، مش قادر، ولكن روشاني. هي اخدت بالها، هي اخدت بالها ان انا مهتم بيها، في نظراتي، في بصاتي، كل ما تشوفني ببص لها تيجي مبتسمة، هي ما بتتكلمش معايا بس تيجي مبتسمة، ابتسامة اقل ما يقال عن ابتسامتها انها ساحرة. صدقوا بدأت ان انا يعني عايز ان انا المح لها، عايز ان انا اتكلم معاها، فخليتها مرة جاية، جيت بدري بقى عشان الحقها قبل ما تيجي، هي بتعدي علي، وناديت عليها سابتني ومشيت على طول، ما ردتش علي. بدأت اتشغل بيها اوي، اهتم بيها اكتر، مش عارف انا حبيتها في الوقت ده ولا لا، ولكن هي عاملة، يعني عاملة وانا صاحب محل. سألت الرجل اللي هي شغالة عنده، قلت له ايه حكاية البنت دي؟ قال له والله دي بنت يعني جاية من فترة قصيرة، هي من محافظة تانية من غير ما نقول اسم المحافظة، ونقلت هنا عايشة هي
ووالدتها بس في شقة إيجار، شقة متواضعة، وطلبت دورت على شغل اشتغلت عندي وأنا شغلتها. وفوجئت بعد كده إن صاحب المحل ده نفسه كان عينه منها، كان عينه منها، وحاول إن هو يراوضها عن نفسها، رفضت وكانت هتمشي، ولكن قال لها اقعدي وزود لها الأجر عشان إن هي تستمر. مش أنا بس اللي عيني منها، يعني مش أنا بس اللي عيني منها، كل الصنايعية أو العمال اللي شغالين معايا أو معاها كلهم عينهم منها. بس هي بتضحك مع أي حد وتهزر مع أي حد وتتكلم مع أي حد وتبتسم دايما، مبتسمة لأي حد حتى لو عدى عاكسها أو قال كلمة. فأنا قلت يبقى يعني شمال أو مقضياها أو كده، يبقى سكتها ممكن الفلوس. ولكن لما سألت الرجل ده وقال لي كده، يعني ده راجل صاحب محل وهي شغالة عنده، أكيد لو هي ليها في المواضيع اللي زي دي مش هتضيع فرصة زي دي من إيدها، استحالة يعني. بدأت كمان إن أنا أخلي العمال اللي عندي أسألهم عنها وأخليهم يسألوا العمال اللي شغالين معاها، كلهم قالوا هي آخرها تضحك وتهزر وتتكلم معانا بس، لكن ما بتعملش حاجة أكتر من كده. وده اللي أنا تأكدت منه لما سألت الرجل اللي هو صاحب المحل، و يعني لما سألته عنها وعرفت بالصدفة، طبعا هو مش هيقول له أنا روضتها عن نفسي، وعرفت بالصدفة إن هو كان يعني عينه منها وكان عايزها إن هي تعمل علاقة معاه ويديها اللي هي عايزاه، وهي رفضت وكانت هتسيب الشغل وايه وتمشي لولا ان هو ايه تحايل عليها وقال لها خلاص مش ما عادش ليها، يعني ما عادش هضايقك وكده وهزودك فلوس ولقمة العيش يعني بتحكم. احاول ان انا اكلمها ما تردش، احاول ان انا اوقف لها في الطريق، ازمر لها بالعربية، اوصلك، اجيب لها هدية استملها، مفيش. بس هي بعد ما كانت الاول لما بصلها تبتسم كده وتبصلي، بقت تحاول ان هي يعني ما تبصليش او ان هي ما تبتسمش زي ما كانت في الاول. قلت خلاص الفقر مش عيب، وانا رجل منفصل ومقتدر وعايش لوحدي، عربيتي، شقتي، محل فلوسي في البنك، وما دام تاكدت ان هي ملهاش في الحرام او الشمال هروح اتقدم لها. سألت على بيت والدتها، دخلت ركنت العربية تحت البيت وأخدت معايا يعني هدية قيمة. الست أول أمها يعني ست متواضعة بسيطة جدا، رحبت بيا أوي، أنا داخل يعني برضو بشكل قيم وشكل شيك. قلت لها ازيك يا والدتي، أنا اسمي فلان الفلاني، بعرفك بنفسي، أنا جاي داخل يعني البيت من بابه وبطلب ايد بنتك. قلت والله انا ما عنديش مشكلة، الست فرحانة بس هي الايد او الموضوع في ايدها، هي بترفض اي عريس، البنت دي بترفض اي عريس يتقدم لها، مش راضية ان هي تتجوز. نادت عليها تعالي اقعدي، قعدت معانا، قعدت اتكلمت معاها، امها سابتنا مع بعض شوية جنبنا يعني، والبيت كله يعني الشقة كلها اوضتين يعني قاعدة بعدت شوية. عشان قلت لها انا جاي اتقدم لك، ايه رأيك؟ فقالت له لا. قال لها طب ايه المشكلة، انا عيب ايه؟ قالت له ما عيبكش حاجة. قال لها طب انت بتحب حد؟ قالت له ما بحبش حد. قال لها طيب هجيب لك الذهب اللي انت عايزاه، المهر، الشبكة، الشقة، هكتب لك فلوس باسمك، انا بحبك، مش موافقة ليه؟ ايه قولي لي انت، احلامي وانا هنفذ، قولي انت عايزة ايه وانا هنفذ. قالت لي مش عايزة حاجة، يمين شمال احايل فيها مش عايزة حاجة. نزلت غضبان جدا طبعا وبقول مش هفكر فيها، هي مين دي؟ مين اللي انا عملت لها قيمة اتعلقت بيها اكتر من الاول؟ ضحكتها مش قادر انساها، جاذبيتها مش قادر، حب يا جماعة انا هعمل ايه، حب في قلبي مش قادر ان انا اشيله. بقيت امشي وراها بالعربية اراقبها، يمكن تكون بتحب حد، متعلقة بحد، الاقيها من المحل للبيت ومن البيت للمحل، استحالة. قعدت في الحوار ده 7 شهور،
اراقب فيها، امسك عليها غلطة واحدة مش لاقي، بقيت هتجنن يعني، بقيت هتجنن. بنت زي دي فقيرة وانا يعني ترفضني ليه؟ انا مفيش عيوب وبحبها بجد وهعمل لها اللي هي عايزاه ودخلت البيت من بابه، يعني عايز ايه؟ انا عايز افهم. لحد ما في مرة وانا ماشي وراها، كانت هي راجعة متأخر، غلس عليها مجموعة من الشباب عكسوها يعني، وحاولوا ان هم يتحرشوا بيها. طبعا انا دي حبيبتي، انا بتعامل بقى انا على ان دي حبيبتي، ما قدرت يعني ما دريتش بنفسي غير وانا نازل في وسطهم وعمال اضرب وانضرب واضرب وانضرب. المهم اول ما الدم نزل من وشي وكده، هم جريوا وخافوا، ورحت طلعت على المستشفى. طبعا هي واقفة ما فيش رياكشن خالص، هي واقفة بتشاهد اللي بيحصل، ما مشيتش. رحت على المستشفى، هو حاجات بسيطة، انا ما كانش يعني حاجات بسيطة بس بقى اللي هي جروح طفيفة كده. فوجئت ان هي جت ورايا، اخدت تاكسي او حاجة زي كده وجت ورايا، وقالت لي انت كويس؟ قلت لها انا كويس. قالت لي طيب انا كنت جاي بس اطمن عليك، اللي حصل لك ده بسببي، وارجوك ما تمشيش، ورايا كفايه اللي حصل لك، وبعد اذنك. جيت ماسكها من ايدها، قلت لها ابوس ايدك، انا بقيت عاشق، في ايه؟ ريحيني. قالت له مفيش، تعالى البيت بكره، تعالى البيت بكره. والبقى يعني بقيت طاير من الفرح، ما نمتش ليلتها، قمت من النجمه، من النجمه قبل ما هي تنزل هنا ولا هنا، المفروض انا اروح بالليل يعني، رحت الصبح لحقتها هناك. المهم بتقدم لها ادي تاني مرة، اهوت قعدت معايا، قلت لها ايه المشكلة؟ قالت لي مفيش مشكلة، انت عايز تتجوزني؟ قال لها نفسي، انت بقيتي حلمي الاول والاخير. قالت له طب لو اكتشفت فيه عيب صعب هتلومني؟ قال لها عمري، عيب ايه؟ عيب ايه؟ وانت فيك عيوب؟ هو اللي قاعد قدامي يعني، اللي قاعده قدامي دي ايه عيوبها؟ انت واي عيوب انا هتقبلها. قالت له اي عيوب هتكتشفها عني هتتقبلها؟ قال لها هتقبلها. قالت له مهما كان؟ قال لها مهما كان. قالت له عمرك ما هتظلمني وبعد ما تتجوزني تسيبني او تقول لي السبب؟ قال لها عمر ده ما هيحصل. قالت له عمرك ما هتنسى القعدة اللي احنا فيها دي واللحظة اللي احنا فيها دي؟ قال لها عمري ما هنساها، وخدي الضمانات اللي انت عايزاها، وخدي 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 وقدام والدتك. قالت له خلاص بس خليك فاكر ان انت اللي طلبت كده، ولو ظلمتني عمري ما هسامحك. اتجوزتها، بقيت اسعد انسان في الدنيا. ليلة الدخلة اكتشفت انها مش بنت. ايه اللي حصل؟ قالت له ارجع بقى، ارجع للكلام اللي اتفقنا عليه اتكلمنا فيه، انت قلت لي لو لقيت اي عيب هتقبله وهتعايش معه، وعمري ما هسيبك ولا هتخلى عنك ولا هبعد عنك. طب ايه السبب؟ عرفيني، هل دي غلطة؟ هل بتحب حد؟ هل مش راضية تتكلم، كل ما اسألها مش راضية تجاوبني. قالت لي انا اللي ليا ان انا نبهتك وانت وعدتني، وانا بحبها، انا مش هكدب عليكم حتى بعد كل ده انا بحبها، ولكن هتجنن من التفكير. ما حطوا نفسكم مكاني هتعرفوا. خاصة في حاجة كمان هتجنني، لما جيت اتجوزها قلت لها قولي انت عايزة ايه وشروطك واكتبي، ما طلبتش حاجة، والله لو كانت طلبت كل املاكي كنت هكتب. ما هو بصوا يا جماعة، الحب ساعة ما بيوصل لمرحلة كده الانسان ما بيبقاش عارف عقله. ممكن الانسان عشان ياخد اللي بيحبه يتنازل عن كل حاجه، الراجل ده وصل لكده، ده عاشق، ده عاشق يعني، راعوا النقطه دي بالله عليكم وانتوا بتكتبوا ارائكم، عاشق بمعنى كلمه عاشق، ولكن هتجنن. انتوا رايكم ايه؟ يعني هي ما كانش ليها اي اطماع، لا قالت لي اكتب لي شقه، ولا اعمل لي مهر، ولا هات لي ذهب، ولا اكتب لي، كنت هكتب والله لو قالت كنت هكتب وبدون نقاش، وانا قلت لها كده، واللي محيرني ان هي ما طلبتش كده. وللأمانة هي عايشة معايا من يوم ما اتجوزنا يعني، ونعم الزوجة المطيعة، اعملي حاضر، مسمع لها الصوت، هادية،
روحي حاضر، تعالي حاضري، اقعدي حاضري، البسي ده حاضر، ما تلبسيش ده حاضر، بس انا من جوايا انا مش مبين لها حاجه لان انا وعدتها، بس انا من جوايا بموت بتقطع. ساعدوني بقى، ساعدوني، انا بلجأ لكم رجاء. هو معانا سامع وشايف، هيقرا كل تعليقاتكم، ويا ريت تدعموا الحلقه دي بلايك توصل لاكبر قدر من اصدقائنا، وتشيروها لاصدقائكم كمان، وتدعوهم للاشتراك في القناه، فيها دروس مستفاده. انتوا ايه رايكم، يكمل ولا يعمل ايه؟ اللي هتقولوه هعمله، انا بتكلم على اللسان، اللي هتقولوه لي انا هعمله. اكمل مع البنت دي يا جماعه وعادي، اكمل بالله عليكم قولولي، ولا لا ما تنفعش؟ هل هي كده خدعتني؟ هل انتوا من وجهة نظركم ده خداع، ولا يعتبر ما خدعتنيش؟ والله ما عارف احكم، انا مش عارف احكم. اكتبوا اراءكم، هو معانا السامع والشايف هيقرا كل التعليقات، الاغلب امشي بيهم، انا بقول لك اهوت الاغلب امشي بيها، اغلب التعليقات شوف اصدقائنا ما شاء الله عليهم هيقولوا لك ايه، واعمل وما تفكرش تاني في الموضوع بقى. قالوا لك يمين يمين شمال شمال، هم ما شاء الله عليهم، لن يتفق الأغلبية على خطأ، اعرف ده، والكلام ده مش ليك بس، ده لأي حد بيلجأ لنا ما شاء الله، أنا وعيلتي ما شاء الله يعني. حتى ارجع اللي مش مصدق الكلام يرجع الحلقات اللي قبل كده ويشوف تعليقاتهم على المشاكل بتبقى عاملة ازاي، وقفهم جنب صاحب المشكلة أو صاحبة المشكلة. هي برج الحوت عشان الناس اللي بتسأل عن الأبراج، وهو برج الميزان أصدقائنا اللي بيسألوا عن الأبراج. اكتبوا وراكم رجاء، حطوا نفسكم مكانه، لو ده أخوك، لو أنت مكانه، لو أنت شاب، لو ده ابنك هتنصحيه بإيه؟ بحبكم جدا، هتوحشوني، وبشكر كل الناس اللي انضمت لنا جديد، والناس اللي بتشترك في القناة وبتشيرها، وإن شاء الله نلتقي بكرة. اللي عايز إن هو يبعت لي أي استفسار نعرض مشكلته، الانستجرام، الفيسبوك في أول تعليق وصف الفيديو، وإلى اللقاء.